أهلا مجددا. الفقرة الثانية هي فقرة مهمة، دائما ما نسعد في مساء جديد بكل استضافة هي ممكن أن تشكل إضافة حقيقية فيما يخص التوظيف والتدريب للجميع وخصوصا الشباب. لذلك سنتحدث حول شركة معادن السودان للتوظيف والتدريب المحدودة مع ضيفين كريمين. أرحب بالأستاذة مي محمد حمد مدير إدارة التوظيف، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحب بك. وأيضا يمتد الترحاب بالباشمهندس جيولوجيا أخصائي مجتبى إبراهيم رئيس قسم الاستشارات والدعم الفني وأيضا رئيس اللجنة العليا للمعرض اللي حنتحدث عنه، مرحبا. ألف مرحبا. مرحبا بكم استاذ مي واستاذ مجتبى لوجودكم معنا، ونتكلم بدايه عن الشركه، توجهات الشركه، وضع الشركه بشكل عام من ناحيه التدريب ومن ناحيه التوظيف. نبدا معك استاذ مي. اهلا وسهلا، شاكرين لكم الاستضافه، وان شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم على المشاهدين ان شاء الله. شركه معادن السودان للتوظيف والتدريب انشات بقرار من السيد وزير المعادن في السنه الفاتت للعمل في 3 محاور اللي هي التوظيف والتدريب والاستشارات بشقيها الفني والإداري، وده لتطوير قطاع التعدين، وخاصة أنه قطاع التعدين في السنوات الأخيرة بقى من أهم روافد الاقتصاد القومي في البلد. صحيح. أيوه. جميل. إذا باشمهندس مجتبى، فيما يخص شركة معادن السودان عندها هي شعار بيشرح وبيفسر كثير جدا من الخدمات، نتعرف على الخدمات وأيضا على الشعار كذلك. شركة معادن السودان للتدريب والتوظيف المحدودة، يمكن زي ما تفضلت الأستاذة مي، شركة أسست في منتصف العام السابق، هي شركة حديثة وليدة، لكن دائما بنقول إنها شركة ولدت بأسنانها. شركة معنية ب3 محاور زي ما تفضلت، التدريب والتوظيف والاستشارات. ويمكن جاءت السبب لإنشاء الشركة والغرض منها الحوجة الأساسية لقطاع التعدين للخدمات الثلاثة التي ذكرت. الفكرة جاءت من عناصر ذات خبرة موجودة في 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 في, في الوزارة. نحن كنا نعمل في الوزارة في الرقابة والإشراف على قطاع التعدين. لمسنا في خلال تجربتنا إنه في إشكالات تواجه هذا القطاع فيما يتعلق بالعمالة السودانية، فيما يتعلق بالتدريب، فيما يتعلق بالاستشارة، المشاكل الفنية اللي بتحصل. فمن خلال هذه الممارسة جاءت فكرة جسم حكومي معني بـ3 مجالات هذه. التوظيف في المقام الأول من أجل تعزيز قيمة العامل السوداني، حل المشاكل اللي تواجهها العمالة السودانية في قطاع التعدين بالدرجة الأولى. نحن ما بنتضارب مع وزارة العمل وكده، لكن نحن معنيين بقطاع المعادن، لدينا شركات عالمية فيها عمالة سودانية، لدينا شركات محلية فيها عمالة، حقوقهم وواجباتهم والإشكالات التي يواجهونها، كل ذلك في نصب عيون هذه الشركة الوليدة في المقام الأول. الشق الثاني زي ما تفضلت الأستاذة بي هو معني بالتدريب لتقليل الفجوة ما بين الخريج وما بين الموظف في قطاع العمل. أنتم ملاحظين أنه في فجوة من الإنسان يتخرج عشان يواكب سوق العمل. قليل ما تلقى الإنسان يعني أول ما تخرج وباشر مهامه بصورة يعني بصورة جميلة أو بصورة يعني محترفة. محترفة. في فجوة، الفجوة التقليل الهوة دي كانت في تدريبات، في زي ما تفضل الدكتور معاوية في ضيف سابق في لغة الجسد، في مهارات اسمها soft skills، مهارات الناعمة. يعني أنتم الآن ضيوف، أنتم الآن مذيعين مميزين، لكن لديكم أغرانكم في دفعاتكم في الجامعة وممكن بدرجات أعلى، لكن ما قدروا يواكبوا سوق العمل. ففي فجوة ما بين الدراسة وسوق العمل. دائما ما مقاطعة لك، لكن النظري غير العملي والتطبيقي. يعني الجامعات السودانية بمختلف أنواع وعناوينها وإلى آخره، نلقى أنه فرق كبير ما بين الدراسة وما بين سوق العمل. أضف إلى ذلك المخاوف من التخبط. أحيانا يتخرج الطالب وإلى أين يذهب لا يعرف. نعم. ده برضو جانب مهم. إلى أي مدى الشركة تنظر لأهمية التدريب، أيضا أهمية الإرشاد والتثقيف بالوظيفة وأهميتها؟ نعم، نحن يمكن درسنا في الخارج، يعني على روسيا، شفنا الطالب هناك يتعرض، يعني يأخذ جرعات
يعني إذا تحدثنا عن قطاعات التعدين بصورة خاصة في مجال الجيولوجيا في مجال التعدين بيكون قريب لسوق العمل. أول ما يتخرج هو قادر يواكب، يعني بياخد جرعات يعني كاملة. خبراء وضعوا مناهج، نحن شوية إشكالات متعلقة ما بين الدراسة وما بين العمل. شركة معادن السودان من باب مسؤولية وزارة المعادن، الهدف الاستراتيجي منا تقليل الهوى، يعني وضعنا أتينا بخبراء وضع مسارات تدريبية للخريجين. كل خريج عنده مسار، أول ما يتخرج يأخذ جرعات تدريبية لكي يواكب سوق العمل. نحن ما نتحدث عن سوق العمل الداخلي، حتى سوق العمل الخارجي. فدي كانت أحد التحديات الكبرى التي يعني تعمل عليها شركة معادن السودان للتدريب والتوظيف المحدودة، بجانب الاستشارات. يعني استشارات مجال طويل ممكن نزله في. نعم، حنتكلم أيضا عن شكل التوظيف والأقسام الموجودة داخل الشركة وطبيعة الخدمات، لكن في مادة حنتابعها من الكنترول وحنتواصل مشاهدينا. نمهد الطريق للمبدعين ونمهد للإنجاز بالكفاءة والتأهيل. شركة معادن السودان للتوظيف والتدريب المحدودة، خدمات احترافية عالية المستوى في التدريب والتوظيف والاستشارات الفنية والاستراتيجية والتشغيلية، كوادر ذات تأهيل عال ومعرفة تخصصية ومعيارية. نسعى لتأهيل نخبة من المميزين للريادة والتقدم نحو صناعة تعدينية آمنة ومزدهرة. رؤيتنا أن نكون الرافد الأول لقطاع التعدين والقطاعات الأخرى في توفير خدمات التوظيف والتدريب والاستشارات الفنية والإدارية والتطوير. رسالتنا: نعمل على تقديم خدمات التوظيف والتدريب والاستشارات الاحترافية بأفضل الوسائل والتقنيات الحديثة. قيمنا: الاحترافية، الالتزام، الثقة، والإتقان، والمصداقية والشفافية. كما ندعوكم لمشاركتنا في معرض الخرطوم الدولي يوم 24 من الشهر الجاري، نتشرف بحضوركم. ترقبوا فعاليات وعروض تدريبية وعروض توظيف واستشارات وجوائز ومسابقات في انتظار الجمهور بالصالة رقم 5، شركة معادن السودان، من أجل تعزيز قيمة العامل السوداني. فخورين بلقاء هذه الشركات وجميع شركاء القطاع التعدين وصولا إلى صناعة تعدينية آمنة راشدة منتجة واعدة. نترك الفرصة لمدراء الإدارات العامة بالتدريب والتوظيف والاستشارات للتحدث تفصيليا عن ماهية شركة معادن وأهمية مشاركتها في معرض الخرطوم، والسلام عليكم. فرصة للباحثين عن جهات اعتبارية تعمل بمهنية عالية واحترافية، جهات موثوقة، سمارت كونسلتنج، تقدم خدمات استشارية وخدمات تنفيذية لدراسات المتعلقة بشركات التعدين وغيرها، دراسات أولية انتهاء بدراسات الجدوى، دمج العناصر الشبابية مع عناصر الخبرة المحلية والدولية وصولا للاحترافية كريسكو CMMI، دراسات جدوى بانك اوف الفيسبيليتي ستدي. كل هذا وأكثر تجدونه بمعرض الخرطوم الدولي نسخة 40 ابتداء من 24 يناير 2023. توفر معادن السودان فرصة لطالبي الوظائف والخريجين خصوصا في قطاع التعدين بتقديم الوظائف سواء لطالبي الوظيفة أو للشركات العامل في القطاع. لدينا قاعدة بيانات بها 3000 وظيفة للخريجين والخبرات في مجال التعدين، ونأمل في زيادتها من خلال الأنشطة التي ستتم في جناحنا بمعرض الخرطوم الدولي. زوروا جناحنا بمعرض الخرطوم الدولي الدورة 40، جناح معادن السودان للتوظيف والتدريب. فرصة لكل المهتمين بمجال التدريب، زورونا في جناحنا بمعرض الخرطوم الدولي في الدورة 40 في الفترة من 24 ل 31 يناير. طموحاتنا بلا حدود. مجددا، الجميل في الأمر أنه دائما الطموح ما يكون مرتبط بحدود معينة. تحية لكل المتحدثين في المحطة السابقة. أستاذ مي، من ضمن المحطة شاهدت الرؤية أنه أنتم تكونوا الرافد الأول لقطاع التعدين. هذه هي الرؤية، بتحتاج لخطط كبيرة جدا وبتحتاج أيضا لمجهودات كبيرة من خلالكم، خصوصا فيما يخص التوظيف والاستخدام. صحيح.
ودي كانت رؤية الشركة إنه نحن طموحنا بدون حدود. والمادة اللي شاهدتها قبل قليل دي فيها ملخص لنشاطات عمل الشركة بمحاور الثلاثة: التوظيف والتدريب والاستشارات بشقيها الفني والإداري. في التوظيف نحن دايرين نطور قطاع التعليم بدون نرفده بعمالة متخصصة، عمالة ماهرة لتطوير القطاع لاستقراره لتطويره. وطبعا أهمية المورد البشري لتطوير أي مؤسسة أو أي منظمة بقى هو بارتن أوف بيزنس يعني. فهذه رؤية الموارد البشرية العالمية إنه المورد البشري هو شريك في النجاح، وإنه بيشركوه من البداية من الرؤية ومن الرسالة من الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية لأي مؤسسة. ما بيجي بعد كده، بيجي من البداية عشان هو الشريك، هو العنصر الأساسي للنجاح. ودي الحاجة اللي حتقدمها معادن السودان للشركات سواء كانت الأجنبية والمحلية، إنها تقدم لهم سوق العمل السوداني بكل مهاراته بكل خبراته. مرحلة التوظيف فيها كم شق. الخدمات اللي نحن بنقدمها على ثلاثة مراحل. الخدمة الأولى هي خدمة ما قبل التوظيف، إنه أنا بقدم للشركات العاملة في قطاع التعدين كمية من الخدمات، بجت من الخدمات الاستشارية التي تسبق عملية التوظيف. فيها إنه أنا بشتغل لك على الهياكل الوظيفية للشركة، على الهياكل التنظيمية، على هياكل المرتبات، على تحديد الاحتياج الحقيقي للعمالة اللي أنت محتاج لها، على الوصوف الوظيفية، إعداد الوصوف الوظيفية للوظائف المحتاج لها شركات التعدين بمختلف أنشطتها، سواء كانت إنتاج ولا استكشاف ولا مخلفات ولا تعدين صغير. ممكن تكون المسميات شوية، لكن دي المجالات، دي المجالات اللي بتشتغل عليها الشركات العاملة في قطاع التعدين. فنحن بنشتغل على عندنا ثلاثة دراسات اشتغلنا عليها الفترة الفاتت. واحدة من الخدمات الاستشارية اللي حنقدمها للشركات. الخدمة الأولى نحن عملنا دراسة للهياكل العاملة بها شركات حاليا بمختلف أنشطتها، واشتغلنا عليها بواسطة خبرة في مجال الموارد البشرية لتطويرها. وإن شاء الله هنقدمها كخدمة استشارية للشركات بتراعي فيها تطور الشركات وتطور العالم لصناعة التعدين في العالم، والوحدات الجديدة الممكن تعمل على تطوير العمل. كنا أرفقناها في الهياكل الاستاندر المفروض الشركات تشتغل عليها، وحنقدمها كخدمة استشارية لها. دي واحدة من الدراسات اللي عملناها وتمت بواسطة خبراء متخصصين في مجال الموارد البشرية. الخدمة الثانية خدمة الخدمة الاستشارية اللي احنا عملناها وتمت بواسطة دراسة كانت لسوق التعدين، اللي هو وقفنا على هياكل المرتبات في شركات التعدين وشفنا أوجه القصور فيها، وعملنا على دراستها ومعالجة الخلل الموجود، وإن شاء الله بحطر النور قريبا. ودي بتكون دليل للشركات إن هي بتعمل على تطويرها وتعمل على تطبيقها، وبتكون تحقق الرضا الوظيفي للموظفين. أيوة، ممكن ينتهجوا أو يقتبسوا طريقتكم في الهياكل الوظيفية. أيوة، يكون عندهم نفس الآلية في التعامل مع أيوة الموظفين داخل أكيد الشركات. أكيد. طيب باشمهندس مجتبى، استنادا على المادة اللي تم عرضها من خلال الكنترول، تمت المشاركة أو ستتم المشاركة في معرض الخرطوم الدولي، وده مش بس يعني مشاركة لعرض خدمات الشركة أو توجه الشركة وبقية الأقسام، إنما حتى استقطاب للطلاب الخريجين أو الخريجين في الدخول لسوق العمل أو لشركة السودان للمعادن. فكيف بيتم التدريب أو طبيعة الكورسات أو المواد اللي أنتم حتقدموها لهم حتى يتم دمجهم في سوق العمل؟ نعم، زي ما ذكرت سابقا، استعنا بمجموعة من الخبراء، يمكن في وزراء سابقين، يعني عملوا مسارات وظيفية أو مسارات تدريبية بالنسبة للطلاب المعنيين بقطاع التعدين، بحيث انه مجرد ما طالب الخريج يتخرج من الجامعه ياخذ جرعات يقدر يواكب سوق العمل.
ودورات كثيرة جدا في مجال التعدين. في دورات تم التركيز عليها باعتبار انها هي اصلا ما بتدرس في الجامعات، لانه هم الخبرة وضعوا المواد هذه هم ذاتهم بيدرسوا في الجامعات، ففي مواد اصلا ما بيتم تدريسها في الجامعات، بيتم استيعابها، لانه الهم الشاغل بالنسبة للوزارة في انه الخريج الجامعي بالنسبة لكلية الجيولوجيا والتعدين والنفط وغيرها يعني الجامعة يقدر يواكب سوق العمل، فبالتالي الجرعات التدريبية المفترض يأخذها اتحددت بتفصيلا إن هي محددة باعتبار إنه مجرد ما أخذ هذه الجرعات حتى فيها تطبيق عملي براكتيكال على فور يعني للسايت في الموقع بيمشي بيكون معه الخبراء يعني في التدريب في أخذ المعلومات في توثيقة دوكيومنتيشن بداعة في غيرها. فالمركز MTC ده هو مركز معادل للتدريب يعني شغال برؤية وباستراتيجية، يعني المركز عمره أقل من 6 شهور يعني عمل مئات الدورات داخل وخارج السودان، يعني خدماته تمتد خارج السودان. فلو عرضنا الأنشطة تمت في بانوراما هنعرضها في المعرض، فالناس هتشوف هتستغرب إنه المركز ده عمره 6 أشهر يعني، ده فيما يتعلق بمركز معادل للتدريب يعني. جميل أستاذ مي، فيما يخص كل شركة تحديدا الشركات اللي ممكن تعمل في قطاع المعادن بتحتاج للاستشارة وأيضا بتحتاج للدعم الفني في داخل شركة معادن في أقسام مختلفة جدا، قسم الخدمات التطويرية الاحترافية ده ممكن يكون قسم مهم مش لشركات المعادن إنما لكل المؤسسات، القسم ده نتكلم عنه شوية وأدواره اللي بيقوم بها. تمام، هو القسم ده بيقدم الخدمات الفنية اللي هي اللي بتخص الجيولوجيين والتعدين، وبيقدم خدمات استشارية إدارية فيها الخطط التشغيلية والخطط الاستراتيجية للشركات، وحتى الخدمات البجت بتاع الخدمات الاستشارية اللي اتكلمت معاه وتكلمت عنه قبل شوية بينفذوا قسم التطوير. أيوة، نحن بنعرض بنحدد الخدمات المحتاجين لها الشركات، كان نحن وحدة متخصصة في الموارد البشرية لكن المدرجين الخبر المدرجين في قسم التطوير هم اللي بينفذوا الخدمات الاستشارية بشقيها الفني والإداري. أنا قبل شوية تكلمت عن المرحلة ما قبل التوظيف اللي هي فيها الخدمات الاستشارية تحت الموارد البشرية اللي نقدمها للشركات، ما هتكلم لكم عن المرحلة تحت التعيين ذاتها الاستقطاب والتعيين، وده بيتم بمراحل ببروسيس ستاندر عالمي فيه كل المراحل بتحت التعيين على أساس أنه نقدم الموظف ده للشركات العاملة في قطاع التعدين كتاب مفتوح فيه كل الخبرات الموجودة فيه كل المهارات المطلوبة فيه كل الاتيتيود والشخصية والذكاء المهني الحياة الممكن تحتاج لها إدارة الشركة بتعرفها عشان يعمل على التسكين الصح ويعمل على معالجة المهارات والخبرات المطلوبة منه حتى يتم إدراجه في الوظائف المعلنة. أيوة. الكلام ده بيتم بسيستم عالمي وبرضه بواسطة خبراء متخصصين في مجال الموارد البشرية من الإعلان عن الوظائف حتى العملية تحت الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية والاختبارات الشخصية برضه للمعينين حتى يتم التعاقد، سواء كان التعاقد ده مع معادن السودان أو التعاقد مباشرة مع الشركات. بنجر المرحلة الثالثة اللي هي المتابعة والتشغيل، كل مرحلة فيها كمية من الخدمات بيتم التعاقد معها مع الشركات الطالبة حتى نشيل العبء عن شركات التعدين في مجال التوظيف، خاصة الشركات الأجنبية اللي ما بتكون عندها يعني باكجراوند عن سوق العمل السوداني، بتقدم لها سوق العمل السوداني بكل خبراته وبكل تخصصاته المطلوبة. المرحلة الثالثة المتابعة والتشغيل هي بتم التعاقد فيها معادن السودان مع الموظفين المختارين، بنقدم فيها الخدمة تحت التعاقد، نقدم فيها الخدمة تحت المتابعة، نقدم فيها الخدمة تحت التشغيل، نقدم فيها الخدمة تحت التقييم. تمام، خاصة في المرحلة الأولى بنقدم فيها الخدمة بتاعت إنه بنشتغل باللائحة الداخلية للشركة، وإذا كانت هي أجنبية وما عندها بجراون عن قانون العمل السوداني نحن بنساعدها على الكلام ده لأن هي ملزمة إنها تشتغل بقانون العمل السوداني، فبنصمم لها وبنعمل لها لوائح الداخلية لها
حتى تكون متوائمة مع قانون العمل السوداني، وبنفرضه على الناس أو الأشخاص المعينين من قبل معادن السودان في الشركات المختلفة. ده بيعمل على ضبط الشغل وعلى تطويره وعلى استقراره وعلى تطوير قطاع التعدين إن شاء الله. نعم أستاذ مجتمع، كان عنده مداخلة أعتقد في حديثك، بالإضافة لسؤال أخير هو تطبيق شركة معادن السودان اللي حيتم تدشينه. وتكملة الحديث الأستاذ مي، هي مدير إدارة التوظيف معنية في الدرجة الأولى بالعمال عمل التوظيف. الحقيقة إنه الخدمات نحن بالنسبة لنا نحن كشركة معادن السودان، نحن طبعا أحد أزرع وزارة المعادن. يعني هي وزارة المعادن عندها الزراع الفني اللي هو الهيئة العامة لأبحاث الجيولوجية، الزراع الرقابي اللي هي الشركة السودانية للموارد المعدنية SMRC اللي هي معنية بالدرجة الأولى بالرقابة لقطاع التعدين بشقه القطاع المنظم وقطاع التعدين التقليدي. يعني تحصيل أنصبة الدولة والرقابة هي دي مسؤولية الشركة السودانية بموجب التفويض الصادر من السيد الوزير من مجلس الوزراء. شركة معادن السودان للتدريب والتوظيف المحدودة هي أحد الأزرع ما معنيها بالعمل الرقابي والإشرافي على شركات التعدين أو على قطاع التعدين. هي معنية بتقديم خدمات سيرفيس، يعني سيرفيس كومباني، لكن خدمات احترافية، لأنه زي ما تفضلت زي ما ذكرت في الأول إنه الخبرات في عملنا في قطاع التعدين لوحظ إنه في إشكالات سلاسة ماسلة أمامنا، إشكالات متعلقة بحقوق العامل السوداني في شركات التعدين ولامسناها، وحتى العمالة الموجودة في مناطق التعدين لاحظوا إنه مناطق التعدين بتتم، يعني التعدين بيكون في مناطق نائية في أقصى الشرك في أقصى الضرب في كده التعدين العشوائي، حتى المنظم يعني الشركات ذات المواقع بتاعت التمعدنات المرالزيشن زون إيريا بتكون في مناطق تعدين بيكون في مناطق عشوائية. فأبناء المناطق المناطق هذه مفترض يكون استصحابهم في الشركات. طيب هل التطبيق بيسهل كل الأنشطة دي ولا بيكون له توجه آخر لو دخلنا في مسألة التطبيق؟ موبايل التطبيق معادن جوب. معادن جوب ده من أجل تسهيل جمع البيانات بالنسبة للخريجين. يعني الخريج مجرد عندنا الكيو آر بتاعته موجود في المعرض في جناحنا، نحن نقدم دعوة لزيارة جناحنا في المعرض الصالة 5. نحن إن شاء الله يكون عندنا حضور مميز حنطرح فيه الأنشطة دي عشان نعرف إنه يعني نحن بنذكر في 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 العروض إنه نحن ممكن نوظفك من غير ما تقدم لوظيفة. يعني أنت نعم أنت لما ترفق السي في بتاعك في الكيو آر بتاعنا وتخش في الابليكيشن أوردي أنت حتكون في الداتابيس حقت معادن السودان اللي هي حق الدولة. فبتجي شركة طالبة خدمة، يعني دائرة محتاجة لجيولوجيين، شركة أجنبية، دائرة مهندس، دائرة إداري، دائرة محاسب، فنحن أوردي عندنا السي فيز فبنقدم لها خدمة إنه موجود موجود ممكن تتعين من غير ما تقدم الوظيفة. الاستشارات طبعا لأنه حوجة نحن لاحظنا حوجة الشركات الاستشارات الفنية بالذات مشاكل الجيولوجية المتعلقة بالشركات والجهات الأجنبية بتبحث عن شركات ذات مصداقية موثوقية. فلذلك كانت سمارت كونسلتنج القسم الاستشارات اللي انا مسؤول منه هو قسم يعني عنده ما يميزه عن بقيه الشركات اللي بتقدم خدمات استشاريه، اللي هو ما يميزه انه عنده لجنه بتاعه خبراء من خبراء صناعه التعدين في السودان وخارج السودان، مدارس عالميه استراليا كندا غيرها، عنده الاجهزه والمعدات التولز اللي بيقدم بها خدماته، اذا كانت الخدمات الاجهزه الجيوفيزيه الجيوفيزيك سيرفيسز، اذا كانت اجهزه الحفر الماشين دريلز، يعني جسم انتجريشن متكامل. احنا بنقدم يعني انت اول ما تجينا تقول انا عندي موقع بتاع تعدين عايز دراسه، نحن بنقدم لك حتى الورك بروجرام بجد خطتك بنعملها لك نحن وميزانيتك وبننفذ لك الاعمال الجيولوجيه المختلفه وصولا بدراسه الجدوى الاقتصاديه البانكبل فيزيبيليتي ستدي، وحتى انه بنسعى لانها تاخذ تصاديق عالمية بما يتوافق مع كريسكو على أساس أنه تأخذ فند من البنك البنوك الدولية فيما يتعلق بالخدمات. هي خدمات مختلفة ومتنوعة جدا بتقوم بها وبتقدمها شركة معادن السودان للتوظيف والتدريب. وأيضا من هنا بنجدد الدعوة الآن لمن يتابعنا لزيارة جناحكم في معرض الخرطوم الدولي الصالة 5، صحيح؟ الصالة 5 مفاجآت كبيرة جدا في انتظار الزوار إن شاء الله المعنيين بقطاع التعدين وغيره إن شاء الله. شكرا أستاذ مي محمد حمد مدير إدارة التوظيف، وأيضا باشمهندس جيولوجيا أخصائي مجتبى إبراهيم رئيس قسم الاستشارات والدعم الفني على وجودكم معنا، وإن شاء الله حنكون معكم من ضمن يعني الفعاليات اللي حتنطلق في معرض الخرطوم الدولي. نتشرف نهدي لكم اللحن القادم من الكنترول، نتابع.
هذا بين أفياء الظلال يتسنى في جمال ويغني في دلال مثل عنقود تدلى مثل عنقود تدلى من صغار الغلب ما حالمات حالمات سابحات في العبير وصلاة ودعاء وصلاة ودعاء ودعاء وابتسام في سرور فتنة تمشي الهوينا فتنة تمشي الهوينا بين منسور الزهور الحسن مهلا أنت في زهو الشباب وأنا قد صرت كهلا من جمال وجه المزار أنا قد صرت كهلا من جمال وجه المزار لو هوانا لو هوانا لو هوانا لو هوانا كان عدلا كان عدلا كان عدلا لو هوانا كان عدلا ما جفا صغر الشراب كان عدلا ما جفا صغر الشراب
حرة أدوم وكؤوس من عذاب وكؤوس من عذاب هذا ما نلت هذا ما نلت فهاتوا ما تبقى يا صحاب أي سرب يا